أهلا بكم، هذه حلقة جديدة من ملف اليوم. نحو تكامل إقليمي لتعزيز الاندماج بين دول القارة السمراء، انطلق اليوم الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة في العاصمة الغنية أكرا. تفعيل منطقة تجارة حرة إفريقية، دعم مشروعات البنية التحتية، تعزيز التعاون الإقليمي، ثلاثة أهداف للقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتي تشهد اهتماما كبيرا وتفاعلا ملحوظا بحضور قيادات سياسية من مختلف دول القارة. الصحف الغنية تتحدث عن التنمية المستدامة، ضرورة حل مشكلات دول القارة السياسية والأمنية، وكذلك تحقيق أجندة 2063. فماذا عن معوقات هذه التنمية، وهل ستخرج هذه القمة بحلول فعالة لأزمات طاحنة تمر بها عدد من دول القارة السمراء؟ هذه الأسئلة نحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة من ملف اليوم. غزة، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها. سلطت صحيفة غانيان تايمز الغنية الضوء على الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الإفريقي، قائلة إن الاجتماع يناقش قضية تعليم إفريقي مناسب للقرن 21 لزيادة فرص الحصول على تعليم شامل مدى الحياة وعالي الجودة وذو صلة في إفريقيا. الصحيفة أبرزت حديث وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي وقولها إن القارة بحاجة إلى تسخير نقاط قوتها الجماعية في الاستفادة من الفرص وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها، مؤكدة أن قضية التعليم من أهم القضايا التي تواجه القارة. الصحيفة أشارت إلى حديث جاتيتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة عن التنمية المستدامة وتحقيق أجندة 2063، إذ قال إنه يجب على القارة بأكملها أن تضع التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة جهودها. إذن التنمية المستدامة، حل صراعات القارة السمراء، التكامل الاقتصادي، جميعها أهداف اجتمع زعماء القارة السمراء في العاصمة الغنية أكرا سعيا لإنقاذ القارة من مشكلات باتت تؤرقها على مختلف الأصعدة. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الغنية أكرا التي تستضيف فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي بمشاركة من مؤسسات وهيئات الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الأفريقية. الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية يأتي في وقت تراجعت فيه التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وسعي الاتحاد الأفريقي لتحقيق تنسيق وتكامل بين التجمعات الاقتصادية وبحث سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية. في هذه القمة الأفريقية تشارك مصر على رأس وفود القارة السمراء، رغبة من القاهرة في تحقيق مزيد من الانفتاح على السوق الأفريقية وتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية، خاصة وأن لها دور كبير في تدشين منطقة التجارة الحرة الأفريقية، إلى جانب رئاستها حالياً مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا نيباد التي تستهدف دعم القطاعات الصناعية والزراعية والتنموية بدول القارة. إلى جانب القضايا الاقتصادية، تركز قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية على تحسين التعاون بين الدول الأفريقية وبحث استراتيجيات لمواجهة التهديدات الأمنية في القارة، بما في ذلك الأزمات الإقليمية والصراعات، من خلال تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية
تأتي في وقت تواجه فيه دول القارة الأفريقية عدداً من الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يطرح تساؤلاً هاماً: هل تحقق القمة الأفريقية التنسيقية وما سبقتها من اجتماعات آمال وطموحات شعوب القارة السمراء اقتصادياً كانت أم سياسياً وعسكرياً؟ وما فرص استغلال الاتحاد الأفريقي انضمامه إلى مجموعة العشرين في مواجهة هذه التحديات؟ نبدأ الآن النقاش والتحليل. معنا من القاهرة دكتور محمود زكريا أستاذ العلوم السياسية، ومعنا من أكرا فيدل أماكي أوسو الخبير في العلاقات الدولية، ومن مقديشو ياسين سعيد الكاتب والمحلل السياسي، ومن جوهانسبرغ ميكاتيكي سوكباي الأستاذ في الاقتصاد السياسي. أهلا بالجميع معي في هذه الحلقة. أبدأ من القاهرة مع الدكتور محمود. يا دكتور، بشكل مبسط أكثر وبالتأكيد بتفاصيل أكثر، ما الذي يناقشه هذا الاجتماع التنسيق السادس نصف السنوي للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والإقليمية، وبالتأكيد ما هي أبرز التحديات التي تواجه القارة السمراء في هذه الفترة؟ في البداية تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. يعني هذه القمة يعني تعتبر هي القمة السادسة من نوعها التي يعقدها الاتحاد الأفريقي يعني خلال السنوات الأخيرة. منذ العام 2017 تغير شكل قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي. يعني ابتداء من العام 2017 بدأنا نلحظ أن الاتحاد الإفريقي يعقد قمة تحت مسمى قمة تنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. من المعروف أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي يعترف بها الاتحاد الإفريقي يبلغ عددها 8 يعني تجمعات. طبعا هذه التجمعات بتشكل الركائز الأساسية للاتحاد الإفريقي في سبيل تحقيق التكامل على كافة المستويات، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العسكري والأمني أو على المستوى السياسي. هذا من ناحية يعني الخلفية التعريفية يعني بداية الإطار الخاص بهذه القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي. على مستوى الأجندة الخاصة بهذه القمة، نحن لدينا مجموعة من الموضوعات الأساسية. يتصدر هذه الموضوعات بكل تأكيد موضوع تحقيق التكامل الاقتصادي القاري. هذا الموضوع الذي يشكل ملف يعني مطروح بشدة، ربما بدأ يشهد حالة من الزخم الكبير منذ رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في العام 2019 مع دخول أو الإعلان عن دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية حيز النفاذ بعد استيفاء عدد التصديقات اللازمة. كان مطلوبا يعني الحصول على 22 تصديقا، اكتملوا بالفعل في 30 مايو 2019 مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. بعد ذلك طبعا كان الهدف الأساسي أن ننتقل لمرحلة تفعيل هذه المنطقة، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن على الرغم من الإعلان عن بدء سريان هذه المنطقة رسميا في يناير من العام 2021. هناك أسباب عدة ترتبط بعدم سريان هذه المنطقة، ربما يعني على أبرزها أو على رأسها مسألة كثافة التفاعلات الاقتصادية الخارجية لإفريقيا. يعني إذا ما رجعنا حجم تجارة إفريقيا مع الخارج سنجد أنها أكبر بكثير من حجم التجارة الإفريقية البينية. وهذا يعني ما يعوق فكرة تنفيذ هذه الاتفاقية أو هذه المنطقة؟ يعني يعتبر يعني على رأس أحد المعوقات الأساسية. يعني لنا أن نتخيل أن حجم التجارة الإفريقية البينية يعني يتراوح خلال السنوات الأخيرة بين يعني 15 أو 15 إلى 18% خلال السنوات الأخيرة، وما يعني أن إفريقيا تتاجر بما لا يقل عن 85% تقريبا مع أطراف خارجية. يعني الصين على سبيل المثال حجم تجارتها مع إفريقيا في العام 2023 يصل إلى 283 مليار دولار. يعني لدينا أيضا فرنسا حجم تجارتها مع إفريقيا يصل إلى نحو 69 مليار دولار أيضا. طيب يعني يا دكتور، هذه أحد الأسباب كما ذكرت، هل من أسباب أخرى تعوق فكرة الوصول إلى هذه المنطقة؟
نعم، يعني هناك أسباب أخرى، يعني لعل من بينها أيضا مسألة تداخل العضوية، مسألة العضوية المزدوجة للدول الإفريقية في التجمعات الاقتصادية الإقليمية. كما ذكرت لدينا 8 تجمعات، هناك يعني دول لديها عضوية في أكثر من تجمع من هذه التجمعات. يعني مثلا دولة مثل الصومال على سبيل المثال هي لديها عضوية في 4 تجمعات فرعية من التجمعات التي يعترف بها الاتحاد الإفريقي، هي عضو في جماعة شرق إفريقيا، عضو في تجمع كوميسا، عضو في يعني تجمع الساحل والصحراء، يعني أيضا يعني عضو في تكتلات. طيب هل يمكن هنا أنا أسأل سؤال، ما المشكلة إذا كانت هذه الدول عضوة في أكثر من تجمع من هذه التجمعات ما هي بالفعل معترف بها الاتحاد الإفريقي؟ نعم، يعني هناك إشكالية أساسية ترتبط بأن مستوى التقدم الاقتصادي المتحقق داخل هذه التجمعات الثمانية ليس واحدا. يعني على سبيل المثال جماعة شرق إفريقيا التي انضمت إليها الصومال خلال العام الماضي يعني حققت درجات مرتفعة في التقدم الاقتصادي، يعني استطاعت أن تنجز مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة وأيضا اتحاد جمركي وأيضا سوق مشترك. وفي نفس الوقت الصومال عضوة في تجمع مثل الساحل والصحراء الذي لم ينجز أي مرحلة من المراحل الثلاثة سالفة الذكر. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه الآن ونستطيع أن نسحبه على حالات أخرى وفقا لقاعدة القياس، أنه حجم الالتزامات التي ستفرض على الصومال من أين سوف تأتي؟ هل من يعني التجمع الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ وربما تكمن هنا هذه المعضلة. طيب دكتور أعود إليك ونستكمل هذه النقطة، ولكن بعد قليل أذهب إلى باقي الضيوف. سيد فضل أنتقل إليك الآن. إذن هذا هو الاجتماع السادس أو هذه هي القمة السادسة من نوعها، ما الذي تحقق على مدار 5 قمم يمكن أن تبنى عليه هذه القمة التي تعقد الآن في العاصمة الغنية؟ شكرا لكم جزيلا على هذه الفرصة للحديث إليكم. أولا أود أن أقول إن القمة التنسيقية أصبحت واحدة من أهم القمم الإقليمية التي تعقد من قبل الاتحاد الإفريقي من أجل أن نرى النجاح الذي قد قمنا به إلى الآن. إن السبب الأساسي لهذه القمة التنسيقية هي الدمج الاقتصادي بين المجتمعات، حيث نحن نتحدث عن المجتمعات الاقتصادية في دول إفريقيا الوسطى وأيضا في الإكواس والإيجاد، وهي الهيئة الإقليمية الخاصة بالتنمية والموجودة في القرن الإفريقي. نحن أيضا نتحدث عن مجموعات إفريقية أخرى، والمجموعة الإفريقية الشمالية وغيرها من المجموعات الإقليمية مثل مجموعة شرق إفريقيا الذين يتحدثون حول الآلية الإقليمية، ولدينا مجموعة الساحل حيث لدينا هذه اللجان المختلفة والأساسية وغيرها من اللجان التي تعمل على مساعدة فيما يخص التكامل والاندماج في إفريقيا كأسس أساسية وكدول مؤسسة للوحدة الإفريقية. ومن ثم حيث قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في بدء هذا مع رئيس تنزانيا السابق وغيرهم من الرؤساء الذين قد بدأوا هذه المواثيق من قبل، ولكن نحن نفتقد إلى الآلية التي تراقب مدى نجاح هذه الأعمال. ولهذا هذه الآلية في 2017 كانت تهدف إلى مراقبة كيف يعمل الأفراد واللجان الإقليمية وكيف يتعاونون جميعا سويا للعمل على تحقيق الأهداف الخاصة بالاتحاد الإفريقي. وأيضا كل الدول تلعب دورا هاما في كل المجتمعات
وسويا يأتون جميعا للمساندة في التكامل والاندماج للقارة الإفريقية. هذا يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي والثقافي وكل المجالات. نحن لدينا بعض المشاكل البيئية ومشاكل سياسية، حيث استضافت مصر من قبل قمة المناخ في جنوب سيناء. هذا يعني أنه في هذا الوقت كانت مصر تعمل على تمثيل المصلحة الإفريقية في هذا المجال. كل هذه النقاط يتم النظر إليها، و جميعا للعمل على تسهيل التكامل والاندماج الاقتصادي في جميع أنحاء القارة الإفريقية. طيب، شكرا لك. هنا أنت سردت وتحدثت عن الخطوات التي حدثت في الدول الإفريقية والقارة الإفريقية للوصول إلى هذه الحالة من التكامل بين الدول، بينها وبين بعضها، وبين كذلك هذه المؤسسات والتكتلات الاقتصادية الإفريقية. في هذه القمة وهذا المؤتمر السادس، ما هي أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ستعمل عليه هذه القمة، ستعمل على حلها في نقاط لو سمحت؟ Yes, Mr. Fod. Hello. طيب، أعيد السؤال عليك. تحدثت عن الخطوات التي حدثت إلى القارة الإفريقية. نحن لدينا العديد من النزاعات، لدينا مشاكل مع التشدد، إن القارة تعاني أيضا في أمور تخص التجارة على مدار عقود، حيث أننا نعمل على التجارة الداخلية بيننا وبين البعض، فلم يتم دعم التجارة بشكل فعال. فإن على سبيل المثال التجارة في بوركينا فاسو وغانا، برغم أن كونها جيدة، يوجد العديد من الفرص لجعلها أفضل. في الدول الأفريقية، الوسطى، وفي العديد من الأماكن الأخرى يوجد احتياج لتطوير والعمل على تحسين هذه التجارة، ولهذا لدينا اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وكيف يمكن للدول القوية مثل مصر ونيجيريا وكينيا وإثيوبيا وغيرها من الدول الذين يقومون بقيادة هذا الحلف، كيف يمكنهم جميعا أن يقوموا بهذه الدعم نحو باقي الدول؟ هذه المشاكل تعرقل التقدم والتنمية في الساحل. يوجد العديد من المشاكل المختلفة في أفريقيا الشمالية، لدينا العديد من المشاكل الداخلية، ولدينا لازلنا نعاني من التشدد في الصومال وحول إثيوبيا أيضا. طيب، في جنوب أفريقيا وفي موزمبيق لا زال لدينا تشدد، يوجد العديد من الحروب الأهلية أيضا داخل السودان. لذلك في طيب إذا سيد فضل، يبدو من حديثك أن أغلب المشاكل التي تواجه هذه الدول الأفريقية مشاكل سياسية وأمنية بدرجة كبيرة. أعود إليك ولكن بعد قليل. أنتقل الآن إلى سيد ياسين، أنت تتحدث إلينا من مقديشو عاصمة الصومال، والصومال ربما تعاني من عدة مشاكل تواجه كوارث بيئية غذائية وكذلك صحية. هل هذه القمم أو هذه المؤتمرات التي عقدت سابقا ساهمت ولو بشكل بسيط في حل هذه المشاكل التي تواجهها الصومال؟ مرحبا أخي الأخت الكريمة، وحيي ضيوفك الكرام. القمم الإفريقية عموما حد تأثيرها هي محدود، وإن كان فيها في أغلبها يعني يأتي فيها بيانات صارمة وهكذا، ولكن تأثيرها محدود. فالصومال هي من الدول التي تعاني منذ 30 عاما وأكثر من مشاكل اقتصادية وسياسية، وكذلك أيضا الحروب أهلية. فالصومال استفادت من القمم الإفريقية إلى حد نستطيع أن نقول الصومال، هذه الدولة الجديدة الحالية الموجودة اللي نحن نسميها الدولة الثالثة التي بدأت منذ 2009
هي كانت المساندة إفريقيا، وهناك أيضا القوات الدولية إفريقيا أتمس، فالصومال استفادت، ولكن هذه الاستفادة التي نعولها هي استفادة محدودة. فنحن نريد من يعني الصومال تحتاج إلى من إفريقيا أن يعني الصومال حاليا يعني تبدأ بمرحلة جديدة، وهي مرحلة الانتقال إلى دولة قوية متماسكة، فهذه الآن تحتاج إلى دفعة قوية. فالإفريقيا حاليا بعد الخروج أدمس أيضا تأتي القوات أخرى إفريقية، فهذه القوات الأخرى الإفريقية إذا مثلا يعني لامست بالأمن، لأنه الأمن هي قبل كل شيء، إذا هناك أمن يأتي التطور والتنمية. فالدول أيضا التي تعاني المشاكل الأمنية مثل السودان، وكذلك أيضا حاليا بدأت الدول الساحل، فهذه الدول تحتاج أولا حل مشاكل الأمن قبل الاقتصاد، هذا ما أنا يعني أؤمن به. فالصومال حاليا انضمت إلى مجموعة شرق إفريقيا، فهذا ممكن ينفع بفردا فردا وشركات خاصة، ولكن هل البلد يتضور بانضمام هذه المجموعات؟ أعتقد لا يتضور، لأنه المشاكل الأمنية الموجودة تحتاج إلى حل تكاتف إفريقي يعني التكاتف إلى الدول المنطقة بحل المشاكل الأمنية أولا، ثم بعد ذلك إلى أيضا حل مشاكل الاقتصاد. وهنا سيد ياسين، مثل هذه القمم أو الاجتماعات لا تحل المشاكل السياسية أو الأمنية، هي تركز على المشاكل الاقتصادية. نعم، هذه القمة مثلا تركز مشاكل الاقتصادية، ولكن أيضا أظن هي لا تخلو أيضا المشاكل السياسية، لأن المشاكل السياسية والاقتصادية مرتبطة مع بعض. صحيح. فمثلا نحن الدول الإفريقية لما تريد أن تفتح السوق، فلازم أن يكون كل الدول التي تنضم هذا السوق مشاكلها الأمنية غير موجودة أو مشاكل الخفيفة، ولكن المشاكل الأمنية الموجودة في الصومال هي لا تستطيع أن تستفيد بصورة مباشرة أو كافية بالانضمام بهذه التكتلات، ولعلها يمكن يسبب لها سلبا أعتقد، لأن هذه التكتلات وهذه الدول ممكن تسعى إلى نفوذ بعض الدول الأخرى إلى مثلا ثرواتها أو إلى دخول في إلى الدخول في سوقها، والدولة هذه لا تستطيع أن تواكب هذا السوق، فهذا ممكن يكون عكس سلبا لها. فأعتقد مثل الدولة مثل الصومال والدول الأخرى والاتحاد الإفريقي والقمم الإفريقية أن يركز المجال الأمني مع المجال الاقتصادي بالدول التي تتمتع بالاستقرار والتنمية. طيب سيد ياسين، ضيفي من القاهرة الدكتور محمود قال إن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون تنفيذ أو الوصول إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذكر بعض هذه الأسباب أو المعوقات، هل لديك تعليق على هذه النقطة أو لو تذكر بعض من هذه الأسباب؟ هناك معوقات كثيرة أعتقد، أول قبل كل شيء هي أنا أعتقد المعوق الأول هو النفوذ الدول الغربية الموجود في داخل إفريقيا، فهذه النفوذ يؤثر رغبة الدول الإفريقية، بعض الدول الإفريقية مشاركة جادة في تكتلات المنطقة، لأن بعض الدول ممكن تتمسك بوعود من دول الكبرى، فهذا يؤثر أولا. والشيء الثاني الذي هو يؤثر أعتقد وهو من المعوقات هي الهشاشة المنظمات الإفريقية، وأيضا الثقة التي تأتي من شعوب إفريقية إلى منظماتهم، فأعتقد هذه المعوقين هي جزء كبير من أحد الأسباب التي تعاني التكتلات الإفريقية، وأولها الاتحاد الإفريقي. طيب سيد ميكا تيكاسو من جوهانسبرغ، سؤالي لك في البداية، هل تتفق مع فكرة أن هذه القمم وهذه الاجتماعات تأثيرها محدود، أم أنك ترى العكس تأثيرها كبير على القارة السمراء؟
أعتقد أولاً أود أن أشكرك مرة أخرى على كوني معك. يجب أن أتحدث عن بضعة نقاط حول مدى فعالية هذه القمة. هذه القمة لن تقوم بتحقيق تغيير شامل أو تغيير كبير. هذه القمة هي قمة تنسيقية مثل تعمل على إدماج ودمج الاتحاد الإفريقي والنقاش حول كيف يعملون سويا وكيف يمكنهم أن يقسموا المسؤوليات وكيف يعملوا كدول مجاورة معا لتحقيق أهدافهم. لذلك فهذه القمة التنسيقية، هذه القمة على وجه التحديد أنا سأقول أنها ليس تقوم بعمل سياسة أو لا تحاول فرض سياسة بشكل ما، إنها كما نقول كالقمم التقليدية مثل القمة الأفريقية. هذه مرة أخرى قمة تنسيقية لا تقوم على أساس بناء مختلف. يجب أن ننظر على للمشاكل الأساسية، فالقمم التنسيقية تؤدي إلى تحسين في التنسيق وفي الآلية التي تعمل بها هذه الدول. هذا نطاق آخر نتحدث حوله. لكي نتمكن من الحكم على هذه القمم التنسيقية وكم من النجاح الذي تحققه أفريقيا في الدمج الإفريقي، يجب أنا أيضا أود الحديث أن أفريقيا في حد ذاتها هي نجاح وإنجاز. إنها واحدة من أكبر القارات في العالم، وأنت كما تعلمين إذا نظرت إلى التفاصيل يوجد العديد من الأمور التي يجب أن تتحسن. يجب أن نعمل على تحسين اللوجستيات وأن نعمل على تحسين كيف يتم هذا، هي الاستثمارات المختلفة. يوجد العديد من القضايا واللوائح الكثيرة التي يجب أن نعمل عليها، السياسات التنسيقية مع الاتحاد الإفريقي. هناك العديد من الأمور التي يجب أن تحدث، ولكن أعتقد أنه ليس من العادل أن نحكم على القمة التنسيقية أو نضع عليها هذا العبء في أن تقوم بتحقيق هذه الأمور. سيد كوباي، نحن لا نضع عليها عبء، ولكن من أهم أجندة أو من أهم ما جاء في أجندة القمة هذا العام مثلا هو 3 أهداف لهذه القمة التنسيقية: تفعيل منطقة تجارة حرة إفريقية، دعم مشروعات البنية التحتية، تعزيز التعاون الإقليمي. وأعتقد أن هذه أهداف لا تختلف كثيرا عما وضع سابقا في 5 اجتماعات أو 5 قمم. فبالتالي هل تقوم هذه الاجتماعات التنسيقية بتحقيق أي هدف من هذه الأهداف أو السير في طريق تحقيقها حتى؟ حسنا، في وجهة نظري يوجد الكثير من العمل قد تم بالفعل، ولا زال هناك المزيد من العمل سوف يحدث. فإن القمة في حد ذاتها كان الجيد أنها انعقدت، ولكن النتائج سوف نراها على المدى القادم في تنفيذ منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية. ولكن هناك الكثير كما قلت لا زال يجب أن يحدث. القمة لم تحقق كل أهدافها بعد، ولكن عليك أن تتذكري أيضا أنهم قد اتفقوا على بعض التبادلات في وجهات النظر حول التنسيقات المختلفة. ولكن الدول يجب أن تبدأ في تنفيذ هذه الاتفاقيات وأن تعالج المشاكل الداخلية والخاصة بالمجتمعات الإقليمية أيضا. ولكن أنا متفائل لحد ما، لأن منذ إعلان اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية العديد من العمل قام بخصوص تأسيس هذه الاتفاقية، وأيضا
في خصوص تحديد العديد من الأمور. يوجد العديد من النجاح الذي حقق إلى الآن الذي يمكننا أن نشير إليه وأن نقول أن هناك بالفعل شيء جيد قد بدأ في الحدوث. ربما أنا متفائل قليلا لأني أظن أن بالفعل هناك شيء جيد قد بدأ في الحدوث. طيب يعني أبقى مع هذا التفاؤل وأرجو من جميع الضيوف أن يبقوا معي. أذهب إلى هذا العرض حيث مع انطلاق القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي تطرح تساؤلات كثيرة حول أهدافها، فما بين الاضطرابات الأمنية والتوترات السياسية والتحديات الاقتصادية تتنوع مشكلات دول القارة وسط التركيز على تحقيق أهداف أجندة 2063. ماذا عن المخرجات المتوقعة أن تخرج بها هذه القمة الإفريقية؟ نتابع المزيد في سياق هذا العرض ونعود مرة أخرى. طيب أعود إلى ضيوفي من جديد وتحديدا إلى القاهرة مع الدكتور محمود. دكتور، ضيفي من غانا منذ قليل كان يقول إن أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية كما نعلم جميعا هي التحديات السياسية والأمنية في كثير من دول القارة، الحروب الأهلية، المشاكل الإرهاب وما إلى ذلك. أتذكر أن العام الماضي أو القمة الماضية في كينيا تم مناقشة مثلا الحرب في السودان، وتم التباحث حول هذا الأمر بين القادة الأفارقة في هذه القمة السابقة. فسؤالي لك، هل تساهم هذه القمم أو هذه الاجتماعات ولو بشكل بسيط في حل هذه المشكلات الأمنية أو السياسية؟ يعني دعينا نتحدث في هذا الأمر تحديدا على أنه فعالية الاتحاد الإفريقي هي محدودة، سواء على مستوى معالجة المشكلات الاقتصادية أو حتى التحديات السياسية والأمنية. وهذا الأمر يعني مرتبط بمجموعة من الأمور الأساسية. يعني على سبيل المثال ميزانية الاتحاد الإفريقي، يعني ميزانية الاتحاد الإفريقي للعام 2023 يعني تبلغ قرابة أو نحو 655 مليون دولار. هذا الرقم يعني يأتي منه نحو 66.6% من الشركاء الخارجيين. أما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي فهي تقدم مساهمات مالية بنسبة 31.3% من ميزانية الاتحاد الإفريقي. إذن التمويل الأساسي أو الجانب الأساسي في تمويل ميزانية الاتحاد الإفريقي يأتي من مصادر خارجية غير إفريقية، ولذلك لن تستطيع إفريقيا أن يكون لها يعني صوتا مسموعا أو مؤثرا في المحافل الدولية، لأن الجانب الأكبر من التمويل يأتي من الخارج. هذه القضية قضية غاية في الأهمية من حيث درجة التأثير على فعالية الاتحاد الإفريقي. الأمر الآخر شديد التأثير على الأداء الوظيفي للاتحاد الإفريقي هي مسألة أنه الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لم تصل لمرحلة الإدراك لمفهوم المنظمة القارية. يعني الفارق الأساسي بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي هو منظمة فوقية على الدول، منظمة تمتلك أدوات للضغط، أدوات للتأثير على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها نحو 27 دولة. في المقابل الاتحاد الإفريقي يبلغ عدد أعضائه 55 دولة، وأدوات الضغط والتأثير تغيب عن الاتحاد الإفريقي. هذا الأمر ليس مرتبطا فقط بمؤسسات وأجهزة عمل الاتحاد الإفريقي، الأمر يرتبط في تقديري يعني استيعاب الدول الإفريقية لمفهوم المنظمة الدولية. المنظمات الدولية ينبغي أن تكون منظمات فوقية على الدول،
يعني يجب أن تتنازل الدول عن جزء من يعني سيادتها أو جزء من يعني بعض الأمور الخاصة بها الذاتية لصالح هذه المنظمة، حتى تستطيع هذه المنظمة في المقابل أن تحقق أهداف. يعني على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي يعني وصل لمراحل متقدمة في التنسيق في المسائل الأمنية والاقتصادية، وصل لمرحلة مثلا استخدام العملة الموحدة اليورو منذ عام 99، ونحن الآن في القارة الإفريقية كان من المفترض أن تدخل منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيز النفاذ منذ عام 2017، والآن نحن في عام 2024 فقط 8 دول هي التي بدأت في الالتزام بمسألة تطبيق الاشتراطات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية. إذن غياب الإرادة السياسية الجماعية أو التوافقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وغياب مفهوم المنظمة الدولية لدى عديد من الدول الإفريقية مؤثر للغاية على فعالية الاتحاد الإفريقي، لجانب مسألة التمويل أو مسألة الميزانية التي ذكرتها منذ قليل. يضاف إلى هذه القضايا التي نتحدث عنها مسألة ميل وترجيح الدول الإفريقية لآلية أو يعني نقدر يعني نستطيع أن نطلق عليها آلية الدبلوماسية الثنائية أو الدبلوماسية الخاصة، يعني بمعنى أنه هناك عدد كبير من الدول الإفريقية لا ترجح أن تطرح القضايا التي تعاني منها تحت أروقة الاتحاد الإفريقي لأنها يعني راهنت كثيرا على الاتحاد الإفريقي ولم تجد حلول. فبدأت هذه الدول تتجه تجاه ما يسمى بالدبلوماسية الخاصة أو الدبلوماسية يعني الثنائية أو البينية، بمعنى أنها تقوم ببعض التنسيقات بشكل ثنائي مع بعض الأطراف الأخرى الإفريقية لإيجاد قاعدة مشتركة للحلول. هذا الأمر أثر بكل تأكيد على مسألة بلورة رؤى إفريقية مشتركة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي. رغم كل ما ذكرت من تحديات، لا ينبغي أن يفهم مما ذكرت أنه الاتحاد الإفريقي لا يقوم بأي أدوار. وكان هذا تعليقي أو سؤالي لك يا دكتور. أفهم منك أن مشكلات الدول الإفريقية أكبر من قدرة الاتحاد الإفريقي. دكتور محمود، هل تسمعوني؟ الاتحاد الإفريقي يعني ليست المشكلات أكبر من قدرة الاتحاد الإفريقي، لكن دعينا يعني نتحدث إنه الاتحاد الإفريقي يحاول. يعني الاتحاد الإفريقي وضع ما يسمى بأجندة إفريقيا 2063 في العام 2013، وتحدث عن وضع يعني خطة تنموية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل على مدار 50 عاما، من عام 2013 حتى عام 2063. ونحن بالفعل أنهينا الخطة العشرية الأولى في هذه الأجندة من 2013 حتى 2023، ولكن عندما نراجع ما تحقق من نتائج ومخرجات لهذه الخطة التنفيذية أو العشرية الأولى سنجد أنه يعني ليس بالحجم المطلوب نظرا للتحديات التي تحدثت عنها منذ قليل، وعلى رأسها مسألة التمويل. يعني مسألة في غاية الخطورة. يعني مثلا على سبيل المثال في مسألة حفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية، عمليات دعم السلام التي تتم في القارة الإفريقية مثلا مثل ما عملية الأتميس اللي هي العملية الانتقالية للاتحاد الإفريقي في الصومال، هذه العملية أو هذه البعثة بدأت منذ العام 2007. إذا ما نظرنا إلى الجانب الأساسي في تمويل هذه البعثة يعتبر بيأتي من الخارج ليس من ميزانية الاتحاد الإفريقي، وبالتالي الأجندة الخارجية سيكون لها تأثيرات واضحة على استقرار الدول الإفريقية. هذا الأمر في تقديري أعتقد أنه يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى إعادة نظر. يضاف يعني إلى هذا إلى هذه المسائل أنه الاتحاد الإفريقي يعني يحاول كما ذكرنا ولديه أجندة لتحقيق التنمية والنمو الشامل منذ العام 2013، لكن في الجانب المقابل حجم التطورات أو حجم التحديات التي تتصارع في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة يعني في تقديري تفوق إمكانيات وقدرات الاتحاد الإفريقي. يعني على سبيل المثال نحن لدينا في إفريقيا وفقا لتقرير
مؤشر الإرهاب العالمي جماعة على الأقل من بين الجماعات الأربع الأكثر خطورة ودموية على مستوى العالم. يعني في كل سنة هذا التقرير بيصدر، مع مراجعة هذا التقرير على الأقل بنجد إن في أحد هذه الجماعات موجودة داخل إفريقيا. يعني في التقرير الأخير لدينا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموجودة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. قبل ذلك لدينا جماعة أو حركة الشباب المجاهدين في الصومال في شرق إفريقيا، وجماعة بوكو حرام في غرب إفريقيا وتحديدا طيب في نيجيريا. ووضحت هنا الصورة يا دكتور، دعني أنتقل إلى السيد فضل في أكرا. في الوقت الذي يدعو فيه رئيس موريتانيا وهو في الوقت نفسه رئيس الاتحاد الإفريقي إلى الوحدة والتكامل الإقليمي، نرى مثلا مالي، بوركينا فاسو، النيجر تنسحب من مجموعة الخمس ومن إكواس، وبعد ذلك تؤسس تحالف دفاعي واتحاد كونفدرالي ثلاثي. هل الاتحاد الإفريقي ما زال أمامه آليات لإعادة الوحدة الإفريقية التي ربما أنت تحدثت عنها في إجابتك السابقة؟ شكرا لك على السؤال. أولا، هذه النظم في غرب أفريقيا أو خاصة المجتمعات الاقتصادية الخاصة بدول غرب أفريقيا، حيث هذه الحكومات الثلاثة الذين قرروا التراجع عن هذه النظم النظامية وترجعوا عن مجموعة الإكواز، وهذا بالطبع هذه النظم الثلاثة قرروا الانسحاب. والآن هذه التحديات يمكن أن تحدث في أي منظمة، وإذا نظرنا إلى الاتحاد الأوروبي وهو أحد أهم المنظمات الدولية، حيث لا يوجد العديد من الدول يأتون سويا لحق الاندماج، هذا يحدث كثيرا وحدث أيضا في مالي، وهذه أحد التحديات. ولكن كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ هذه هي النقطة المهمة. حاليا رئيس السنغال كان يعمل كوسيط بين دول الساحل وباقي دول الإكواز لأجل منع أي نوع من الانقسامات من الحدوث. وأيضا في السودان التي تعاني من الحرب الأهلية، وهذه التطورات التي تحدث في الحكم الخاص بها، هذه كلها قضايا في القرن الإفريقي. وما حدث في السودان حدث لأن الرئيس البرهان لم يكن راضيا عن هذا الأداء، والآن وكان يحاول العودة مرة أخرى. هذه الأمور تحدث كثيرا في القارة الإفريقية، واستضافت مصر العديد من القمم لمحاولة استعادة السلام في السودان، ولكن الأمر كيف الدول الأعضاء تعمل على حل هذه المشكلة، هذا هو الفرق الحقيقي. وهذا حتى وإن كان بطيئا يمكنه أن يعمل في النهاية إلى حل هذه المشاكل وتجنب الكثير من الأخطاء والوصول إلى حالة التكامل والوحدة الاقتصادية. ولهذا أظن أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، هذه الانقسامات الكثيرة الموجودة في القارة الإفريقية. وأظن هنا ربما أننا نعود إلى نفس النقطة أو نفس الفكرة، وهي المشاكل السياسية والأمنية الموجودة في مختلف الدول الإفريقية. طيب سيد ياسين، من بين الموضوعات المطروحة خلال هذه القمة انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، هذا الانضمام الذي بالفعل حدث العام الماضي، كيف استفاد منه الاتحاد الإفريقي حتى الآن؟ وإذا لم يستفد منه فكيف سيستفيد منه مستقبلاً؟ الاتحاد الإفريقي انضمامه إلى مجموعة 20 له فوائد، وكذلك أيضا هناك معوقات تجعل لا يستفيد. فأعتقد التحديات وكذلك أيضا الإيجابيات التي تأتي من الاستفادة ربما هي تكون متوازنة. فالاتحاد الإفريقي إذا واجه التحديات صارمة يستطيع أن يتجاوز منها، ولكن أعتقد حتى الآن
لم يستطع يستفيد بهذا التكتل الكبير مجموعة 20. ومن ضمن المعوقات الموجودة أو الإشكاليات الموجودة التي هي لديها قياب التنسيق في الاتحاد الإفريقي، وكذلك أيضا إشكال، هناك إشكاليات في غياب التكامل المؤسسي الإفريقي، وأيضا هناك أيضا في مجموعة 20 يوجد في تضارب مصالح الدول الموجودة في هذه المجموعة نفسها، من بينها أيضا روسيا، وكذلك أيضا الدول الأخرى أيضا لديها تضارب في المصالح، وكذلك أيضا هناك فرص، فالفرص الموجودة أن تستفيد في إفريقيا في الاتحاد الإفريقي، أعتقد إفريقيا لديها ثروات هائلة، فيستفيد من هذه الثروات أن يصدرها ويكون له محور في المجموعة 20. وكذلك أيضا الفرص الموجودة اللي أعتقد أنا، مثلا ما يجري حاليا في ما جرى حاليا في دول الساحل، إذا نحن استفدنا بهذه ما جرى في دول الساحل إيجابيا، دول الاتحاد الإفريقي يستطيع. وماذا قصدي؟ قصدي هو أن الشعوب الإفريقية حاليا ربما تغلي وأصبحت جاهزة إلى نوعا ما أن تعتمد نفسها، فالاتحاد الإفريقي إذا استفاد هذه الرغبة الشعبوية الموجودة حاليا في الدول، وكذلك أيضا رتب المجلس التنسيقي الموجود في الذي يمثله الاتحاد الإفريقي في مجموعة 20، اختار بالكفاءة، فأعتقد أنه يستطيع يستفيد من هذه الدول الكبرى اقتصاديا. أعتقد من ضمن الأسباب التي تقال حول عدم استفادة الاتحاد الإفريقي من مجموعة 20 أن هذه ساحة أو هذا فضاء للنقاش فقط، ولا مجال لحلول جذرية تقدم للقارة الإفريقية من خلاله، هل تتفق؟ أي نعم، أنا أتفق وهذا أيضا يدخل من الدول الموجودة في المجموعة، هناك تضارب في مصالحهم، في كل دولة ترى أن القارة الإفريقية هي القارة المستهلكة فقط، وقارة التي مثلا التي لديها ثروات هائلة، فكل دولة من هذه الدول الكبرى تسعى أن تدخل بنفسها وتستفيد بنفسها. طيب سيد ياسين، أرجو أن تبقى معي، أذهب الآن إلى هذا الخبر العاجل، حيث أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة إطلاقا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا، وكل تلك الادعاءات تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة. وشدد على أن مصر أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا. أعود إلى ضيوفي. سيد ياسين، أكمل نقطتك لو تكرمت. أيوة نعم، أتكلم الدول المجموعة الكبرى هي لا تقدم شيئا لإفريقيا، فكملت بعض الكلام، ولكن عموما يأتي كلامي أن الدول الإفريقية هي من يجب عليها أن يكون الاتحاد الإفريقي منظمة متكاملة، وأن ترى الوافق ضيفك الكريم في مصر النقطة التي قالها، التي هي أن يكون هناك فوقية في الاتحاد، وأن يستطيع يحكم بالدول، والقرارات ألا تكون هشة. فمثلا نرى الانقلابات التي تأتي هنا وهنا، هناك تكون إما تدين ثم تجمد بعض الوقت في بالعضوية. طيب. ونرى بعد ذلك لا يكون شيئا، فإذا مثلا إذا قراراته أصبحت الجادة، وكذلك أيضا أن يكون التنسيق بينها وبين المجموعة 20، فهناك أرى الاستفادة تأتي. طيب سيد كوباي، أنتقل إليك بنقطة أخرى أو محور ربما مختلف، التنافس الدولي الآن الحادث على القارة الإفريقية، ما تأثير هذا التنافس الدولي؟ هل هو أحد أسباب ضعفها اقتصاديا؟ هل يمكنك أن تعيدي السؤال؟
طيب أعيد عليك السؤال، التنافس الدولي الحادث الآن على القارة الإفريقية، سواء التواجد الغربي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو حتى من المعسكر الشرقي من قبل روسيا أو الصين، هل هذا التنافس الحادث هو أحد أسباب ضعف القارة اقتصاديا؟ نعم، كل هذه السيناريوهات كما تعلمين أن القارة لا تستطيع أن تقوم بعمل الكثير من الأمور وحدها، إنها لا يوجد لديها الوكالات الكافية لتمثيل نفسها، وهناك الكثير من المشاكل أيضا داخل القارة الإفريقية. ربما يمكن أن نقول أن هذه المشاكل أصبحت أكثر من 20 عاما. أعتقد أننا في أفريقيا هناك أمور كثيرة تتصاعد، ربما نحن نجلس في مكان يوجد فيها الكثير من الموارد، ولكن الأصوات التي تمثل هذا الأمر ليست كافية في الأمور الدولية، فالتوترات الدولية تتزايد أيضا بشكل هذا، فالتزايد والسباق الدولي على القارة الإفريقية هذا يحدث لأن لا يوجد ممثلين حقيقيين لأفريقيا. وأنا أرى أن هذه الرواية ليست حقيقية، فنحن نواجه الكثير من الضغوط الخارجية والتدخلات، فيوجد هذه الائتلافات مع روسيا التي تزيد منها الضغوط، وأيضا في النظر إلى المشاكل الموجودة فيما يحدث في فلسطين يوجد الضغوط من كافة النواحي وفي كافة المجالات. وأفريقيا نحن نفعل ما بوسعنا، هذه المشاكل تضغط علينا بشكل مستمر. ولكن هنا كان سؤالي عن التنافس بخصوص النيل من مقدرات وثروات هذه القارة، وأختم بهذا السؤال الذي أنتقل به إلى دكتور محمود في القاهرة. يا دكتور، هذه القارة التي تمتلك ثلث ثروات العالم، متى نستطيع أن نقول أو متى يمكن أن تستفيد من هذه الثروات، من هذه المقدرات؟ يعني في تقديري انه يعني لا سبيل للقارة الإفريقية للاستفادة مما تمتلكه من قاعدة الثروات والموارد الطبيعية غير ان تتحول من اقتصاديات أولية قائمة على تصدير المواد الخام والمواد الأولية الى اقتصاديات صناعية، يعني اقتصاديات تقوم على تطوير استراتيجيات تصنيعية وطنية يعني داخل كل دولة، على اعتبار ان هذا الامر بعد ان تستطيع ان تنجزه الدول الافريقيه سنستطيع ان نصل لمرحله يعني متقدمه من مراحل التكامل التجاري وايضا الاستثماري لاحقا بين الدول الافريقيه. هذا الامر اعتقد انه بيرتبط بشكل اساسي بان تعي كل دوله افريقيه انها تمتلك ميزه تنافسيه، لا يوجد دوله افريقيه من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تمتلك ميزة من المزايا التنافسية الاقتصادية. ولكن الارتباطات الإفريقية لهذه الدول، الارتباطات الخارجية لهذه الدول مع القوى والأطراف المؤثرة في النظام الدولي هي التي تقف يعني حائط صد وحائط منيع أمام يعني تطوير الأداء الاقتصادي. يعني ربما يا دكتور نعود هنا إلى نفس النقطة أو نفس الفكرة، وهي الارتباطات الخارجية التي تعوق بشكل كبير تنمية هذه القارة. أنا بشكر الجميع، انتهى وقتي. كان معي من القاهرة الدكتور محمود زكريا أستاذ العلوم السياسية، ومن أكرا فضل أماكي أوسو الخبير في العلاقات الدولية، ومن مقديشو ياسين سعيد الكاتب والمحلل السياسي، ومن جوهانسبرغ ميكاتيكا سوكوباي الأستاذ في الاقتصاد السياسي. شكرا لكم جميعا على هذا النقاش وهذا التحليل. أشكر حضراتكم دائما على طيب المتابعة. كنت معكم على مدار هذه الحلقة أنا آية لطفي، وغدا ألقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.